ولكن ما ينفعش ننكر كل اللي حصل ونرجع لنقطة الصفر. وعشان كده في لاعب وسط الهزيمة كان لازم ياخد حقه وهو ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم مدافع بيثبت في كل اختبار إنه هو مدافع بيثبت أقدامه على طريقة المدافعين الكبار. ياسر إبراهيم استخلص الكرة 14 مرة، تاني أعلى معدل لاستخلاص الكرة. كمان ياسر إبراهيم تمريراته الصحيحة، ودي حاجة اللي هتخليه يثبت مع فايلر فيما بعد، 34 تمريرة أرضية صحيحة من 35. تعتقد أن التمريرات أغلبها جانبي؟ لا، ده 56% منها أمامي. مش مدافع متهور، ارتكب خطأ واحد، فاز بأربع كرات هوائية من أصل أربعة، وده رقم مميز جدا. تمت مراوغته صفر، محدش قدر يتجاوزه، فقد الكرة مرة واحدة. بقول لياسر إبراهيم أنت في طريقك لمنتخب مصر لو حافظت على أرقامك وحافظت على تركيزك وحافظت على فكرك والتزامك داخل الملعب، اللي أنا بحييك عليه بشكل شخصي. الجميل في ياسر إبراهيم أن تألقه في المباريات حتى بعد غياب، وكمان في مباراتي السوبر، يعني سوبر سبتمبر، كان ياسر إبراهيم أحد نجوم اللقاء، مباراة الهلال في مدرمان يا أحمد على فكرة، مصاب. مباراة الهلال في مدرمان مباراة كبيرة، مباراة الزمالك اللي اتلعبت السوبر الأخير، فبالتالي بيتألق في المباراة الكبيرة، وده بيعكس شخصية اللاعب وعدم رهبته خاصة لما يكون مدافع. النقطة بس الوحيدة اللي محتاج تظبيط شوية هي الكرات الطولية اللي بتتلعب من ياسر إبراهيم، ودي بتيجي مع الوقت، لكن هو كمدافع مكسب كبير جدا وأحد مكاسب مباراة السوبر. نتمنى له التوفيق فيما هو قادم. كذلك أليو ديانج بيحافظ على تصدره الأكثر استخلاصا، أليو ديانج محترف، نتمنى بشكل كبير جدا يكون عندنا المحترفين على طريقة أليو ديانج وعلي معلول، هتفرق كتير جدا. عندنا أفضل لاعبين محليين داخل الدوري المصري، لو كمان أجدنا في اختيار محترفين على زي أليو ديانج وعلي معلول أعتقد الأمر هيختلف تماما في أفريقيا. أليو ديانج استخلص 18 كرة، وده الأعلى استخلاصا كالعادة من أليو ديانج. لكن عندنا لاعب آخر لازم نلقي الضوء عليه ولازم نوجه له رسالة حفاظا عليه ونقول له خد بالك، احنا جماهير النادي الأهلي في ظهرك، لكن امشي على نهج النادي الأهلي عشان تنجح في النادي الأهلي. من البداية قلنا قدامك مسارين، نتمنى تختار المسار الأنجح وتكون أحد نجوم النادي الأهلي وأساطير النادي الأهلي.